So basically نبدأ بتقييم هذا السي في حقي. عندي هنا أول حاجة اسمي، بعدين اسم الوظيفي حقتي إني أركيتكت معماري، بعدين عندي رقم جوالي، عندي إيميلي طبعا إيميل رسمي، بعدين عندي إني المدينة اللي أنا فيها اللي هي جدة، وحطي حقي الحساب حق تويتر. مو لازم تحطوا حساباتكم سوشيال ميديا إذا كانت ما هي كويسة. طيب بعدين عندي proficiency skills اللي هو الفوتوشوب، ريفيت، 3D، مايكروسوفت اوفيس. بليز لما تكتبوا مايكروسوفت اوفيس تكتبوا مايكروسوفت اوفيس، تحطوا لي وورد تحتها وباوربوينت وما ادري ايش. طيب بليز يعني ترى كلها تخش في مايكروسوفت، ما يحتاج تحطوا تعددوها، تكتبوا مايكروسوفت اوفيس انتهى الموضوع، يعني كل البرامج جوته، فيعني انكم بس تعبوا كده على الفاضي، يعني تكتبوا كده اوتوكاد، الستريتر زي كده. طيب هنا الأهم شيء، صح السكيلز مهمة بس كمان هذه الأشياء اللي تتكلم عنك، ف about me تتكلم فيها عن نفسك، عن تخصصك، وإيش اللي أنت تبغاه منهم، أو نوع الوظيفة، مثلا تبغى أنت بارت تايم، تبغى فول تايم زي كذا، internship إلى آخره. about me. طيب بعدين عندنا education زي ما قلت، فأنا عندي جامعة، وأول شيء جامعة، بعدين عندي ثانوية. لغات عندي عربي، وعندي انجليزي، عندي فرنسي، وعندي ياباني، وعندي تركي للأسف. طبعا الفرنسي والتركي اخذتهم في الجامعة، الياباني من انمي. currently هذا حاليا ايش انا البوزيشنز اللي بشغلها، غالبا هذه البوزيشن كلها في الجامعة، انه هي في American institution، FIT student government، بعدين نجي بروفيشنال كورسز تضمن الكورسات اللي اخذتها، المسابقات اللي فزت فيها، الايفنت اللي يعني زي كذا الاشياء سبيسيفيك، والشهادات، شوف سيرتيفيكت حق جوجل وما ادري ايش دي الاشياء كاوست. وكمان صح عندي شهادة اللي هو اسعافات اولية وهارت سيفير. طيب هاد كمان تنحط. وبعدين عندي الورك اكسبيرينس، فعندي اكسبيرينس بدأت اشتغل بار تايم من 2014، فعندي اكسبيرينس هذا الشغل بلا 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 الين 2018. طبعا 2019 ما قلت لكم، ما سويت 2019 ما عبيتها، دحين يصير عندي هذه تعتبر خبرة، الاكسبيرينس اللي يقعدوا يتفلسف عليكم لما تتخرجوا يقول لك انت فريش جراجويت مدري. لا ماني فريش جراجويت، صح فريش جراجويت في الشهادة، لكن عندي خبرة شغل. طيب ده سي في حق واحدة، فالمشكلة الأولى إنه الفايل باور شو اسمه ده وورد، طيب لازم الفايل يتسلم يكون PDF. طيب بعدين صفحتين ما يحوج صفحتين، لأنه شايفين الصفحة التانية كلها صور، ما يحوج ده كله. تاني حاجة أو ثالث حاجة شوفوا السكيلز حطها كده، طيب ألوان مرة كتير، قرنبعة ألوان ما يحتاج، يعني بتقدم على شغل بروفيشنال ما يبغوا القرنبعة. طيب الوان محايدة، ثلاث الوان، لون رئيسي، لون العادي الابيض، ولون محايد يعني ثانوي. سو الريت اللي حطاه يعني هذا دحين 100%، ما اعرف اذا هذا 100%، ممكن ده 50%، طبعا ماني عارفة هذا قديش انها يعني مهارتها في ده الشيء، فاهمين؟ فحطت لي كده ناقص، طبعا انا ماني عارفه طب من كم يعني هذا كم 100%، هذا 90. طيب هذه البنت سوت شيء مره غلط، اللي هو اسمها فاقع فسفور اصفر، شايفين؟ وما ينفع دي الكلام على ورقه بيضاء. غير كده السي في تقريبا ناقص، يعني ما اقدر احكم انا اغطي اسمها ورق ما عشان فتقريبا ناقص، ماني شايفه ديتيل شهادتها ومدري ايش، خليني انزل. يعني ما هي حاطية، شايفين هنا ما هي حاطية ايش ربي درجتها، الاندي يعني ما ادري صراحة، احس ناقص، ومهاراتها قليلة، يعني كان يمديها تحط مهارات اكتر من كده وافضل من دي الاشياء، يعني وما مو لازم تحط مهارات متوسط دي زي كده تصاميم واعلانات مدري ايش، ما هي لازمة. فما اعرف، انا ما اقدر احكم على الانجليزي عربي، لانه مو ما قد سويت عربي، دائما اسوي انجليزي، والافضل تسوي انجليزي.
عادي من السيفيهات اللي جاتني مرة كويسة، البنت من دار الحكمة عندها الاكسبيرينس والاتشيفمنت محطيتها في تايم لاين شايفين، فهنا الورك سبيس، هنا الاونلاين كورسز اللي خبتها، ايش اللي عملتها، وحطيتها كذا بتايمينج فاهمين. بس غلطتها الوحيدة انها بدأت بالقديم للجديد، المفروض العكس. طيب وبعدين السكيلز حقتها محطيتها الفل من 4، سو عندها يعني مثلا هاي 90 زي كذا فاهمين شايفين. وهذا مرة كويس ومرة واضح والوان مرة تمام. بعدين بتتكلم عن نفسها انه مين انا، فتعتبر يعني من افضل الصفات اللي وصلتني، واسمها كمان بخط كبير فوق، وبرضه هذا من الصفات الكويسة. اسمه وبس تخصصه. بعدين عندنا البروفايل، الكونتاكت، بروفيشنال سكيلز، لانجويج، اديوكيشن، اكسبيرينس، بسيط. الهيدلاينز كذا، ما يعني ما في ديزاين ولا اي حاجه، ده يتسوى بالورد، معلش هذا يتسوى بالورد، لا فوتوشوب ولا اي حاجه. كمان السيفيهات صح انها صفحتين لكن مظبوطه، ماشي بالترتيب، اكسبيرينس، الاكسبيرينس حق التريننج، السكيلز، الريفرنسز كلها، واسمها بخط عريض. ولا ويعني اوكي هي من كندا او درست في كندا او جنسيتها كندية، سو كاتب التفاصيل، ما كاتب انه انا متعايشة مع كندا، كتبت انه انا درست انجليزي وجنسيتي كندية وزي كذا. طيب دي من الطف السيفيهات، شايفين ابيض، ما حاطة الوان، حاطة بس ابيض واسود والاورنج، واضح ان الاورنج لونها مفضل. فهي كاتبة انه my name is دانيا، بعدين هلو، او حاطه الادوكيشن ولا اكسبيرينس واللانجويجز، فهي عندها عربي انجليزي واسباني وكوري وصيني ما شاء الله. بعدين عندها السكيلز، فهي محطه كل السكيلز حقتها بيسك،